تريب يا حناشي تمشي كرة خطيرة والتسديد لم تمر، ترجع الثانية والتعادل خطيرة جدا وسعد تجار. تجار يتعادل، أي مباراة أي سيناريو أي لقاء أي روعة أي إثارة أي كرة. ريت لما ندخلش الحسابات والمواجهات في كرتنا العربية تخرج نصف ساعة على العال، عشرة على عشرة، عشرة على عشرة المباراة. شوف الثانية، الضربة الثانية ويضرب ويسجل هدف ولا بالأحلام، هدف جميل جدا. سعد تجار خذا الشانس مرة ثانية وغالت شريف كرام. واحد واحد، إذا بين دعوات المصريين ودعاء الجزائريين الكرة جات مع دعوات